على مر التاريخ رويت العديد من الحكايات التي توضح قيام العديد من مصاصي الدماء بترويع الكثير من المدن، ولكننا في الأغلب كنا نعتقد أن هذه القصص والحكايات ما هي إلا أساطير لم ولن تحدث في الواقع. ولكن ما لا تعرفه أنه بالفعل هناك مصاصو دماء ينتشرون في جميع أنحاء العالم، مع العلم أنهم لم يتحولوا إلى وحوش، ولكنهم كانوا متعطشين لشرب الدماء البشرية. واليوم سنعرض لكم مجموعة من أشهر مصاصي الدماء عبر التاريخ. بيتر بلوكويدز، مصاص دماء صربي ظهر في الربع الأول من القرن الثامن عشر، وقد بدأت قصة بيتر أشهر مصاص دماء في التاريخ باليوم الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة. والواقع أن التاريخ لم يذكر لنا كيف مات هذا الرجل أو بأي طريقة، ولكن ما ذكر لنا والذي لا يزال محفورا في الأذهان حتى الآن هو ما حدث من معجزات عقب وفاة ذلك الشخص الغريب. وقد دفن بيتر في مقابر عائلته بصورة طبيعية جدا، بكته زوجته ثم عادت إلى بيتها مرة أخرى لاستكمال حياتها مع أطفالها. وحتى أهالي قرية كيسلوفا التي عاش بها بيتر بدأوا ينسون أمر وفاته. كان مجرد مزارع بسيط كما ذكرنا، وكانت بساطته هذه تحول دون مجرد التفكير فيه، ولكنه وبطريقة مرعبة جدا أجبر الجميع على التفكير به. على مدار التسعة ليال التالية لموت بيتر بلوكويدز كان يتم العثور في كل مرة على جثة منزوعة الدم. كان الأمر غريبا ومحيرا بحق، فهذه القرية بالذات كانت معروفة بطبيعتها المسالمة وابتعاد أهلها عن الجرائم، ولكن تكرار الحوادث أجبر أهالي القرية على التجمهر أمام منزل فرومبلاد، ذلك الموظف الذي تم تعيينه مشرفا على القرية. كان الأهالي يطلبون معرفة شيء واحد فقط، وهو هوية القاتل الذي يشرب دماء ذويهم. وفي بداية الأمر لم يأخذ فرومبلاد كلام أهل القرية على محمل الجد، كان يعتقد أن معركة داخلية قد نشبت بينهم وتسببت في قتل بعضهم البعض، ولذلك وعدهم متخاذلا أن يرفع الأمر إلى القيادات. مع تكرار الجرائم وعدم ظهور أي نية للكشف عن هوية القاتل، بالتأكيد لكل حادثة جاني، وبالتأكيد أيضا الأهالي عند بداية البحث وضعوا في اعتباراتهم أنهم يبحثون عن شخص له وجود وليس مجرد شبح. ففي النهاية هذا هو شرط ارتكاب جرائم القتل، أن يكون هناك قاتل ومقتول. ولكن بالنسبة لحالة بيتر بلوكويدز لم يكن هناك وجود سوى للمقتول فقط، وكان الأمر غريبا جدا. وقد وصلت الحيرة للدرجة التي جعلت أهالي القرية يجتمعون في مكان واحد وينتظرون كيفية وقوع جريمة القتل التالي، بمعنى أدق من أين سيأتيهم القاتل. ولكن مع ذلك حدثت جريمة القتل في هذه الليلة، وكان ثمة تفسير واحد فقط يجول بأذهان الجميع بالاستثناء، وهو أن القاتل ليس واحدا منهم، ليس واحدا من البشر أصلا. ولكن من؟ هذا هو السؤال الذي أجابت عليه زوجة بيتر بلوكويدز عندما شهدت بأن زوجها قد جاءها بعد موته وطلب منها الحذاء. كان الأمر أشبه بالصاعقة التي نزلت من السماء، فأهالي القرية بالتأكيد لم يكن في حسبانهم أن يكون القاتل الذي أذاقهم الويلات هو الشخص الذي دفنوه قبل أيام قليلة، ولم يكن في حسبانهم أصلا أن يتحول بيتر بلوكويدز المزارع البسيط إلى مصاص دماء ينتقم من القرية. كان ثمة سؤال يكاد يقتلهم، لماذا ينتقم منهم بيتر من الأساس؟ وقد تحرك أهالي القرية مرة أخرى نحو الموظف المعين من قبل الحكومة. هذه المرة واجهوه بما توصلوا إليه من حقائق، والحقيقة أنه قد واجه هذا الأمر باستهتار أكبر مما واجههم به في المرة السالفة. كان متعلماً ومثقفاً، ولذلك استبعد فكرة عودة البشر بعد موتهم، وتحول بيتر إلى لعنة يهرب كل الناس من البلدة بسببها. الزوج الشبح. يقص جان ماريجني قصصاً عديدة ينقلها عن المؤرخ ويليام
من نيبوبرغ الذي عاش في القرن الثاني عشر. إحداها تناولت سيرة ميت عاد في اليوم الذي تلا دفنه وهاجم زوجته، وعندما أراد مهاجمتها في اليوم الثالث ذعر شبحه وهرب خوفا من صراخ المرأة وجيرانها الذين أتوا لنجدتها. عند ذلك بدأ الشبح يخيف الناس ويهاجم الحيوانات. من المؤكد أنه شبح، إذ هناك أناس لم يروه رغم إشارات الآخرين إليه، ولكنهم أحسوا بقوة غريبة حاضرة أمامهم. استعان رئيس الشمامسة بالأسقف طلبا لمشورته، فنصحه بإحراق الجثة، ولكن رئيس الشمامسة رفض ذلك ونص رسالة غفران من الخطايا. وعندما فتح القبر وجدت الجثة كما هي حين وضعت فيه. دس رئيس الشمامسة رسالته تحت الجثمان وأقفل القبر كما كان، وبعد ذلك اختفى الشبح وما عاد إلى الظهور. كونتيوس مصاص دماء قرية سيليزيا. في عام 1582 في مدينة سيليزيا، كان أوهانس كونتيوس متجها إلى بيت عمدة المدينة ليشارك في عشاء هناك كونه عضوا في المجلس التشريعي للمدينة. وفي الطريق تعرض الحصان لحادث بسيط فخسر حذوة حديدية. ترجل كونتيوس عن حصانه ليتفقد قوائمه، فرفسه رفسة قوية طالت رأسه. أضاعت الضربة رشد كونتيوس فقام يمشي بين الناس على أنه من الخطأ وأن جسده يحترق. عندما رفض زيارة كاهن المدينة قال الناس أنه تعاقد مع الشيطان ليكون خادمه. وعندما كان كونتيوس في النزع الأخير تسللت قطة سوداء من النافذة وهاجمته تاركة آثار جروح في وجهه. ولم يمض النهار حتى ودع الدنيا، ويوم الدفن في 8 فبراير عام 1582 هبت عاصفة هوجاء استمرت حتى ووري في المدافن قرب الكنيسة. قبل أن يدفن شاعت أخبار مفادها أن شبحه ظهر على الناس وحاول اغتصاب امرأة كانت تمر في الشارع. وبعد الدفن استشاط الشبح غيظا وأخذ يقذف بالأشياء على الناس ويفتح الأبواب ويهز البيوت بأركانها. طلبت زوجته من خادمتها المكوث في سريرها، فأتى الشبح طالبا النوم في مخدعه الزوجي قرب زوجته. أما كاهن الأبرشية فقد حلم به وهو يشد على يديه واستيقظ وهو منهك القوى. إزاء هذه الحوادث أمر العمدة أن تحرق جثة كونتيوس، فأخرجت من المدفن كما دخلت إليه بل أكثر نضارة وشبابا، وأحرقت تماما. كروغلينغرانج. كان هناك شخص يدعى كروغلينغرانج في كيمبرلاند ببريطانيا. دارت الأحاديث عن مصاص دماء هاجم عائلة فيشر. تم سرد تلك القصة في مذكرات الدكتور أوغوستوس هير، وهو رجل دين في عام 1871. ووفقا لهذه الأسطورة فإن مصاص دماء كروغلينغرانج كان يتسلل ليلا ليقوم بخدش النوافذ لمنزل عائلة فيشر قبل أن يختفي في قبو قديم. ويستكمل الدكتور أوغوستوس حكايته بأن السكان قد اكتشفوا أن هذا القبو مليء بالتوابيت التي تم كسرها، وخرجت منها الجثث مشوهة بشكل فظيع ومبعثرة على الأرض، ما عدا تابوتا واحدا كان لا يزال سليما ولكن غطاءه وكأنه قد تحرك من مكانه، ولم يكن بداخل التوابيت سوى مصاص دماء كروغلين كجثة سليمة تماما، بل كجثة نابضة بالحياة. وفي حين أنه لم يتم التحقق من مصاص دماء كروغلين مطلقا، إلا أنه كان له حياة أخرى في القرن العشرين، حيث ظهر كمصاص دماء بريطاني عام 1977 في مختارات من الرعب التي كتبها دانيال فارسون الذي تبين أنه أحد أحفاد برام ستوكر. ورغم الكثير من الإنكار من الكثير من سكان البلدة لحقيقة هذه القصة وأنها فقط مجرد أسطورة أبدعها آل فيشر ليجعل الجميع يخاف من مهاجمة وسرقة منزلهم، إلا أن الكثير من القصص انتشرت عن مصاص دماء كروغلينغرانج وأنه يهاجم الكثير من سكان البلدة. ليس هناك تأكيد أو نفي لحقيقة هذه القصص، ولكن ظلت هذه القصة مجالا للجدل الكبير في إنجلترا
حتى وقتنا هذا. ويعتبر الكثير من الإنجليز أن كروغلين جرانج هو أسطورة الخوف والرعب في إنجلترا على مر العصور. الكونتيسة إليزابيث باثوري. ولدت الكونتيسة عام 1560 وتوفيت عام 1614، وتنتمي لعائلة باثوري التي لم تنجب إلا نبلاء وملوكا حكموا المجر وبولندا وترانسلفانيا وامتلكوا مساحات شاسعة من الأراضي. وتعد باثوري من أسوأ الشخصيات في التاريخ، ولقبت باسم كونتيسة الدم نظرا لتاريخها الدموي، حيث قامت بشرب دماء أكثر من 600 فتاة من خادماتها و25 فتاة من الأسرة الحاكمة. في بداية الأمر كانت باثوري تقوم بتعذيب الخادمات للتسلية وطرد الملل، وكان زوجها فيرنس نادساي قائد جيوش المجر آنذاك، هو من علمها تعذيب الخادمات. ولكن تحول الأمر بعد ذلك إلى هوس حقيقي، فابتكرت باثوري طرقا جديدة للتعذيب شديدة القسوة، فكانت تقوم بضرب الفتيات ضربا مبرحا وعض وجوههن وتجويعهن حتى الموت وتمزيق لحمهن وغرز الدبابيس في الشفتين وتحت الأظافر، فضلا عن الاغتسال في دمائهن للحفاظ على جمالها وصحتها. وتحول قصرها إلى مقبرة للخادمات، من يدخله لا يخرج منه أبدا. وعندما اكتشف الشعب الجرائم التي كانت تقوم بها تمت محاكمتها صوريا وسجنت في أحد قصورها نظرا لمكانتها. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات الغريبة، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.